بريطانيا تستعد لحرب عدائية مع روسيا. بريطانيا وروسيا بينهم كلام كتير جدا، كلام صعب جدا، كل شوية في تصريحات من روسيا ضد بريطانيا، تصريحات من بريطانيا ضد روسيا. ما هو الجديد؟ الجديد ان وزير الدفاع البريطاني، شوف بقى المستوى، مش الصحافة البريطانية نشرت كتحليل او تقرير، انما ديلي تلجراف نشرت تصريحات لوزير الدفاع البريطاني بيقول ايه؟ بيقول ان روسيا تخطط لشن حرب على بريطانيا من نوع جديد. الحرب دي ايه بقى؟ تقوم على تدمير البنية التحتية اللي هي بالاساس الطاقة، الكهرباء والغاز، امدادات الكهرباء اللي بتيجي لبريطانيا يتم قطعها، امدادات الغاز يتم قطعها. في هذه الحالة تتحول بريطانيا الى فوضى، ما تقدرش بريطانيا تعيش من غير كهرباء او غاز. طبقا لوزير الدفاع البريطاني في اربع كابلات، الاربع كابلات دول بيوصلوا بريطانيا كهربائيا باربع توصيلات عبر اوروبا، وايضا اربع توصيلات للغاز. الاربعه دول اللي هم بتوع الكهرباء مع اوروبا، والاربعه اللي هم بتوع الغاز مع اوروبا، وزير الدفاع البريطاني بيقول ان روسيا تتجسس على وضع الطاقه في بريطانيا وعلى هذه التوصيلات او هذه الكابلات، وان هذا التجسس ربما يكون جزء من خطه عدائيه، ان الحرب القادمه روسيا مش هتبعت طيارات لبريطانيا وهتعمل انزال على شواطئ بريطانيا، وانما هتبقى حرب اقتصاديه مدمره لبريطانيا. هذه الحرب الاقتصادية قايمة على اللي قاله الوزير قبل كده وقلناه، اللي هو قطع كابلات الانترنت، لأن الغواصات الروسية والسفن الروسية بتزور كابلات الانترنت بانتظام، ولو حصل ده هينهار اقتصاد بريطانيا. وبعد كده كمان كابلات الكهرباء وكابلات الغاز أو المواسير أو طرق توصيل الغاز بين أوروبا وبين بريطانيا. يبقى إذا بنتكلم على ثلاث وسائل بتستهدفهم روسيا في حرب عدائية محتملة مع بريطانيا، طبقا لوزير الدفاع البريطاني، وطبقا لقائد البحرية البريطاني السابق، وطبقا لشخصيات بارزة في الجيش البريطاني. قطع كابلات الانترنت، وكمان خطوط الكهرباء مع أوروبا، وخطوط إمداد الغاز. لو مفيش انترنت ولا كهرباء ولا غاز، كيف يمكن أن تعيش بريطانيا؟ ده كلام وزير الدفاع البريطاني، إن الحرب القادمة روسيا تستهدف تدمير البنية التحتية وتتجسس الآن على موضوع الطاقة من أجل إنفاذ الحرب القادمة في مواجهة الإنجليز. الروس ردوا وقالوا ده كلام مش مظبوط، وزير الدفاع البريطاني عايز فلوس كتيرة في الميزانية، علشان كده هو بيقول في خطر روسي كبير عشان يزود الميزانية، لأن في خفض دلوقتي لميزانية الجيش البريطاني. روسيا بتقول ده مش صحيح، وإنما التصريحات دي سياسية وهدفها زيادة موازنة الجيش البريطاني في إطار الوضع اللي موجود حاليا في بريطانيا، اللي هو بيتعرض فيه الجيش إلى خفض الإنفاق. إذن في كل الأحوال بنتكلم على إنه مستوى وزير الدفاع البريطاني اتكلم في ديلي تلجراف وقال أن روسيا تهدد وتخطط بشن حرب تدميرية اقتصادية هيقتل فيها آلاف مؤلفة، وده تعبير الوزير، قتل آلاف مؤلفة من البريطانيين، ده تعبير وزير الدفاع البريطاني. إنما روسيا بتنكر هذا الأمر وبتقول إنه كلام دعائي وسياسي، وإن هو لا أساس له، لأن أي حد يقدر يعرف فين محطات الطاقة في بريطانيا.